مرحبا شباب، اليوم بناخذ هالسؤال في لينكد ليست. اذا قال لي قص الداتا او خذ داتا من مكان معين، مثلا قال لي خذ من كل اثنين او خذ من كل ثلاثة او خذ من كل اربعة، تمام؟ شلون بقدر احل هالمشكلة؟ يعني اترك اثنين وخذ واحدة. فمثلا خليت داتا فيك داتا 8 داتا زين في اللينكد ليست، ومثل ما تعرفون كل واحدة مرتبطة في الثاني بهالطريقة، تمام؟ فشلون نحل هالمشكلة؟ هالمشكلة نحتاج ان نحط في بالنا شغلتين اثنين اللي هم ايريلس ولينكد ليست. ايريلس ما بنحتاجه في شيء، ولكن بنحتاج نستغل معلومة احنا نعرفها اللي هي الاندكس. حتى في هاي لينكد ليست اللي ما فيها اندكس، صنعنا لاندكس علشان نعرف نختاره ونعرف نوصله. مثلا لو قلنا اندكس، لو قلنا هاي زيرو دين، فعلشان ناخذ الداتا لازم نعتمد على الاندكس. اوكي احنا ما عندنا اندكس، ولكن علشان نعرف عدد التكرار اللي بيصير زين بنعتمد على اندكس وعلى اللوب. فلو مثلا ما عندنا اندكس فشنو بنحط؟ بنحط لنا لوب. فبنستغل الارقام اللي موجودة عن طريق اللوب. مثلا خلينا نشوف شلون بيصير. بقول له for integer i equal 0 i less than خلنا نعتبر هاي list، نسميه list dot size، تمام؟ عشان ما نعور راسنا. بعدين نقول له i plus plus. هني حلينا اول مشكلة ان شلون يكون عندنا index، فهاي اللوب هو اللي بيكون الindex مالي. إذن مثل ما تعرفون ان هاي linked list، فلازم بيكون عندي هيد، وهاي هو الهيد مالي. وعلشان اتنقل في نودة واحدة من الديتا اذا بدون ما اخرب شيء هني، شنو بسوي لي؟ بسوي لي نودة بروحها. هاي النودة بتكون temporary، شغلتها بس تنقلني من ديتا الى ديتا. زين هاي اللي بتسوي لي الترافل السيرش. شلون بتسوي لي الترافل؟ اول شيء اسوي لي نودة اخلي قيمتها بالضبط نفس شنو؟ نفس الهيد. تمام؟ بخلي قيمتها بالضبط نفس الهيد. حتى الرفرنس مالها يعني مثلا هني بيكون ارقام الادرس ميموري، فبيكون نفس الشيء هني بالضبط. فوقت اللي اقول لها، اقول حق الديتا ان صيري نكس، بتصير هني، تمام؟ هاي طريقة السيرش اللي احنا نعتمدها. علشان تفهمون اكثر شنو اللي اقصده، خل اقول لكم، خل اكتب لكم هني شلون بيصير. بقول له نود زين temp equal خلنا نسمي هاي list dot head، تمام؟ هني سويت لي نسخة من الـ ArrayList عشان اسوي بحث داخله، لان ليش؟ اذا سويت بحث دايركت الداتا بتنمسح، تمام؟ فالحين نود temp هو بالضبط نفس الداتا اللي موجودة هني بتصير، ولكن شنو احتاج انقلها؟ يعني مثلا الحين هي 5، اذا شلون تروح هني؟ في حالة شنو؟ ان اذا قلت لها no temp زين dot next، تمام؟ انا شنو قلت لها؟ قلت لها الحين غير لي الداتا من مكان تكون 5، ما ابي 5، لان ليش؟ احنا يوم ننقل الداتا كلها، يعني هالداتا، يعني مثلا الحين الادرس مال هاي خلينا نقول هاش
15 20 مثلا. يوم انا اقول له temp equal head، فشنو بيصير؟ ما بيروح الداتا بروحها، ما بتروح النود بكبرها بتروح. فشنو نقلت هالادرس كامل هني، تمام. 15 خل اكتب لكم زين هاي الادرس ماله. زين الحين انا قلت له لا ابي النكس. النكس هني شنو محفوظ؟ خلينا نقول هني عندي ادرس ثاني هاش 1620 مثلا. زين هني محفوظ شنو؟ هاش 1620. زين يوم انا اقول له temp equal temp دوت next، يعني شنو؟ يعني كامل ذي يتغير. زين فشنو بيصير الادرس ماله الحين؟ الادرس هاي من ايش خط عليه؟ زين والادرس كامل شنو بيصير هني؟ بيصير هاش 1620، والديتا بتتغير لان فيها الادرس. الديتا اللي عندي 6، تمام. فبهالطريقه بيصير الترافل مالي. زين الحين خلينا نرجع حق الموضوع مالنا، ان شلون انط من كل اثنين او كل ثلاثة. الفكرة كلها في القسمة. شلون بسوي القسمة؟ خلينا نشوف كالكوليتر. الحين اي عدد من مضاعفات الاثنين لو اقسمها على اثنين المتبقي بيكون صفر. خلينا نجرب. اثنين قسم اثنين هو واحد، ولكن ما في متبقي. متبقي اللي اقصده يعني مثلا لو 5 قسمة 2، شوفوا هني 0.5 هاي المتبقي. اذا اعطاني المتبقي يعني مو من مضاعفاته، تمام. فشنو بنسوي احنا؟ احنا بنقسم بهالطريقة. فاي شيء من مضاعفات الرقم اللي نبغيه نقدر نحطه دايركت. مثلا 2 قسمة 2 مثل ما تشوفون ما في بوينت. 4 قسمة 2 ما في بوينت. زين وكذي مضاعفات الثلاثة نفس الطريقة. 3 قسمة او خلينا نقول 9 قسمة 3 بيعطيني 3 بدون متبقي. زين فعلشان ننقل احنا من هني الى هني نحتاج شنو؟ مضاعفات الثلاثة. لان تشوفوا هني صفر. زين اي رقم على يعني مثلا 3 قسمة 3 ما بيعطيني متبقي. زين وهني بعد نفس الشيء 3 قسمة 3 بيعطيني 1 بدون متبقي. بعدين بنشقح 2. زين هني بعد بدون متبقي، تمام. هاي نسبة حق الثلاثة. لو نروح حق الاثنين نفس الشغلة. هني اثنين متبقي الاثنين، اثنين على صفر اول واحد محسوب ما في متبقي. اثنين قسمة اثنين 1 ما في متبقي. اثنين 4 قسمة اثنين ما في متبقي. 6 قسمة اثنين ما في متبقي. لو نروح حق اربعة ارقام او 5 6 نفس الفكرة. الحين لازم نعرف ان شلون نكتب الاف مالنا. الاف نكتبه بهالطريقة، نقول له اي مود 3 equal equal 0. لان ليش؟ احنا المود يعطيني المتبقي، تمام. وانا ابي المتبقي. نقول له هالمعادلة كلها اذا تساوت لي 0 0 فشغل لي الاف، تمام. هاي هي الفكرة كلها. اذا خلنا نروح الحين حق البرنامج ونشيك انه شلون بيصير. خلنا نجرب على هالميثود، سميته copy every each. زين علشان انتو يكون عندكم الخيار تبون تحطونه كل اثنين كل ثلاثة كل اربعة كل 5 تحرين، تمام. فشنو اول شيء بنحتاج؟ لستة نستلمها وسميتها لينك. فنستلم هاللستة، زين بعدين نستلم هاللستة. اول ما نستلم هاللستة لان فيها داتا لازم نتنقل، ف شنو بنسوي؟ بنسوي لنا نود تمبريري، فبنسميها نود تمب
زين ايكوال شنو؟ لينك اللي سويناه دوت هيد، لان نبي نبتدي من البدايه. زين عقب شنو؟ مثل ما قلنا نحتاج نسوي لنا اندكس، بنسوي لنا اندكس عن طريق الاف. زين بنقول له ايكوال 0 اي لينك دوت بنفتح الفور، خلنا نحط علامة هني فور. زين فهني احنا بدينا الليست مالتنا بالاندكسات. الحين الحين نبغي شنو؟ نقسم الاندكس. بنحط لنا اف وبنجرب كذا ارقام بنخليهم. زين ف كل اثنين، كل ثلاثة، كل اربعة، بنشوف كلهم. فبنقول له اف مود كل اثنين equal zero، تمام. وبنشغل الاف في هالحالة بس تسوي لي اد، ما ابي في حالة ثانية. شنو بيصير هني؟ بيصير هني اد، يا الأحسن عشان ما تتخربون this dot add. وهني شنو بنكتب؟ بنكتب الليست، أو لا بنكتب التمب اللي هو صاير لنا copy temp dot data. أعطاني error. ليش هالإيرور؟ لأن أنا قاعد أتعامل مع أنواع E، فلازم اسوي له كاستنج. هني احط له اي، انحلت المشكله. تمام الحين هل احنا خلصنا؟ لا، لان ليش؟ التمب لازم في كل مرحله يتغير. زين فبنكتب تمب دوت، فبنكتب تمب ايكوال تمب دوت نيكست، ونسكر الميثود. إذن خلنا نجرب هالميثود على المين. أحتاج علشان أجرب يكون عندي الكلاس، كلاس لينكد ليست، يكون داخله تو سترينج، هاي أهم كلاس عشان أشوف شلون قاعد يشتغل. والآد حاليا إحنا حليناه باستخدام الميثود، ولكن عادة ما يسمح لكم تستخدموا ميثود، فبالرد بنكتبه بدون استخدام ميثود، وبنشوف شلون بنقدر نحله. تمام هاي فيك داتا خذيته من سؤال، خليته هني صفيته. وشنو عندي؟ عندي ليست واحد وعندي امتي ليست. علشان ليش؟ اقدر افرق بينهم. انا دائما احط اسامي واضحه عشان تقدرون تفرقون. إذن الحين شنو نحتاج نسوي؟ نحتاج نستدعي الميثود مالنا. زين لانه void فما اقدر استخدمه في system.out، لازم اخليه عادي. فبقول له شنو؟ بقول له empty، لان ليش؟ ابي التغير يصير في وين؟ في الامتي. فمن كذي بستدعيه بالامتي، بقول له empty dot copy each copy every each. وهني شنو بخلي؟ بخلي list. زين فالحين عقب ما سوينا نحتاج شنو؟ نشوف الداتا مالتنا. فبنقول له system dot out، بنقول له list dot to string. بعدين هنا شنو؟ بغير بغير الليست الثاني الى امتي ليست عشان اشوف شنو صار فيها بالضبط. تمام ونشغل البرنامج. مثل ما تشوفون كل واحد خذ الداتا مالتها. زين فهني شنو يعني؟ واحد وترك صاير، خذ الخمسة هد السبعة، خذ التسعة زين هد الأربعة، كذي واحد وترك. زين نبي نسوي اثنين واثنين وترك، شلون؟ بس بنغير الاف الى ثلاثة. تمام ونشغل البرنامج نفس الطريقة. خذ واحد ترك اثنين، خذ واحد ترك اثنين، خذ واحد ترك اثنين. نبي نزيد، نبي نغير،
نبي نخلي كل ثلاثة، شو نسوي؟ نحط هني أربعة. شغل البرنامج. زين، خذ واحد، ترك ثلاثة أرقام. خذ الرابع. زين، بعدين ترك ثلاثة أرقام وخذ الهاي. فأعتقد فهمت الفكرة، نشلون أخذ واحد وترك أو اثنين وترك وكذي. أنا بثبت على اثنين وترك، تمام؟ فخلنا نحط هنا ثلاثة. إذن فبما أن مو مسموح لكم أن تستخدمون add، برغم يعني مثل ما شفتوا الكود وايد بسيط وسهل، فنحتاج إحنا ال add نكتبه بنفسنا هنا. إذن علشان نكتب ال add لازم نفهم الفكرة عدل، إن شلون يصير ال adding. خلنا نروح حق البنت نفهم شلون يصير add، عقب نحطه هنا ونكتبه بروحنا. الاد دائما يصير بهالطريقة. عندي هاي اول مرة بسوي اد، زين بيكون شنو؟ اول شيء لازم اسوي لي عقدة واخلي لها ديتا، اي ديتا ما يهم. زين، فاي ديتا بسويها، وهاي لانها اول ديتا هي بتكون الهيد. شوفوا النوت شيء واللينكد ليست شيء ثاني، مثل ما تحكينا في فيديو قبل ان هاي الليست والدوائر اللي عندي اياهم ثلين، ذلين هم النود، هالدوائر. فانا شنو احتاج؟ اسوي لي نود بعدين اشبكه في بعض. الشبك بيكون عن طريق الادرس اللي عقب، دائما عن الادرس اللي عقب. يعني بسوي لي نوده، زين بقول له هني بسوي نوده ثانيه، زين وفي النوده القبليه بقول له ترى اللي عقبي هالنوده وكذي. زين، فاول واحد بخليه يصير هيد، زين هاي بيكون هيد، تمام. اذا سويت واحد ثاني، خلينا نقول هاي الادرس ميموري ماله هاش 205. زين، هاي الادرس ميموري ماله. زين، ابي اسوي نودة ثانية، عقدة ثانية. زين، بسوي عقدة ثانية، خليت فيها ديتا، اي ديتا مو مهم، فمن كذا انا بس بكتب ديتا. او تدرون خلينا نحط رقم. زين، شلون الحين بروح حق هاي النودة لها ادرس صح؟ مثلا خلينا نقول هاش، مو شرط يكون نفس الشيء، خلينا نقول 280. شوف ايش كثر بعيد. زين، فشنو بسوي؟ هني في النكست مالي بقول له شنو؟ بقول له نكست يساوي شنو؟ يساوي لي هاش 280، تمام. فهني كاني ربطته. في حال استدعي النكست اقول له، يعني اقول هيد دوت نكست، وين بيوديني؟ بيوديني حق هيد ديتا. الفكره كلها هني، السيرش الاد ريموف كله بهالطريقه. لازم اعرف ان شلون اضبط الريفرنس اللي هو النكس. النكس بنسميه ريفرنس لان هو بيعطيني وين صاير النود، واضبط الديتا. بس المشكله شنو؟ اذا بروح في النص لازم ابتدي من البدايه، لان كل واحد بيعطيني النكس نكس نكس وكذي. زين، فالحين شلون نضبط هاي؟ مثل ما قلنا نحتاج ريفرنس، تمام. فشنو بنشيل هالكود اللي هني وبني حق هني، بنسوي نودة ثانية بس عشان تضبط لي الرفرنس، بسميها رفرنس نكست بس عشان تفهمون الفكرة. إيكوال، خلي حاليا نخليها النل، بتعرفون ليش، لأن في الحالة ما أحتاجها.
زين، اول شيء لازم يصير في الاد يسوي لي نود، ما عندي نود فبنسوي لنا نودة بسميها كرييت نود. زين، فبنادي الكونستراكتور مال الكلاس نود، بقول له نيو نود، وشنو بخلي داخله؟ بخلي الاليمنت اللي ابغيه، اللي من وين خذيته؟ اللي قاعد اخذه من التمب، تمام، اللي هو تمب دوت داتا. تمب دوت داتا انا بس ابي الداتا عشان يسوي لي نوده جديده. اوكي، فسوالي نوده جديده، الحين بقى احطهم في لستة وارتبهم. زين، الحين اول مره بيكون هيد طبعا، صح؟ زين، اذا كان هيد شنو لازم يصير؟ لازم هالنود اللي سويتها تصير هيد. شلون بعرف انها هيد؟ بقول له this dot head، بس انا حط this بس عشان تفهمون الفرق، رغم حتى لو بس اكتب head نفس الشيء. زين، equal null يعني الهيد ما في شيء داخله. زين، ف شنو بنكتب هنا؟ بنكتب this dot head equal create نود، بس الحين الهيد صار مالي ذي، وعلشان ما ضيع احتاج ريفرنس، فشنو بقول له؟ بقول له ريف، لان حاليا ما في شيء غير النود. زين، بقول له ريفرنس. زين، اقدر اكتب الهيد نفسه ذس هيد، او اقدر اكتب شنو، او اكتر اكتب كرييت نوت، كل واحد، لان انا حاليا قاعد اضبط الهيد. وانا ليش خليت ريفرنس نيكس؟ عشان اضبط اللي عقب، يعني شنو النكست؟ الهيد في داتا ونكست، صح؟ انا احتاج النكست مالت الهيد علشان اللي يجي عقب اخليه فيه، يعني الحين مو في هني نكست. زين، انا اذا سويت لي نودة جديدة هني احتاج اخليها في النكس، صح؟ زين، اذا ما عندي النودة ما شلون بخليها؟ ما يصير. فمن كذي ريفرنس دائما يوم اسوي نودة جديدة اخر ريفرنس اساويها في المعلومات، في الريفرنس وفي الداتا، عشان اقدر بعدين اضبطها. الحين بتشوفون. زين، هاي في حالة الهيد. في حالة ثانية اللي هي الالس، زين شنو بيصير الطريقة؟ شنو بنقول له؟ بنقول له احنا صنعنا النود اوريدي في مره واحده، عشان شنو؟ ما نملل روحنا كل ساعه نصنع نود هني وهني، فصنعناه فوق مره واحده وخلينا افات عشان نفتك من هالعمليه. فالحين بس باقي نضبط. الزين، فشنو شلون بنضبط بنسوي لينك بينهم؟ اللينك بيكون عن طريق الريفرنس نيكست. شنو بنقول له؟ بنقول له reference next اللي هي كانت بالضبط هي الهيد دوت next تساوي شنو؟ create node، تمام. فأي نودة احنا نسويها خليها في الرفرنس، بعدين النكست مالت الرفرنس نفسه نضبطه على الشيء الجديد. يعني الحين، وحتى احنا يوم خذينا الحين reference dot next، فيعني الرفرنس بيكون دائما نو اخر نودة احنا صنعناها احنا سويناها دائما هي بتكون. فمن كذي dot next شنو ربطنا فيها نودة ثانية، ولكن لان ربطنا فيها شيء ثاني فالحين لازم تتغير الرفرنس. الحين الرفرنس مالي مفترض من ما يكون الهيد مثلا لازم يصير النودة الجديدة اللي سويتها، صح؟ فبقول له reference next الحين اسوي شنو؟ create node، تمام؟ فصارت create node. والحين بس بقى عليك شنو؟ ازيد السايز، فخلنا نكتب this dot size plus plus، تمام؟ فالحين نشيك البرنامج نشوف هل اشتغل او لا. مثل ما شفنا اشتغل بالضبط نفس الطريقة، ترك لي 2
خذ الرابع، بعدين ترك لي اثنين وخذ الكذي. فيعني معناتها الميثود مالنا صح. مراجعة سريعة، زين احنا شنو سوينا؟ سوينا لنا التمب، لان شنو كل مرة الديتا بتتغير وناخذها من اللينك ليست، وهاي طريقة الترافل يصير في اللينكت ليست. تمام، فكل مرة تتغير خلصنا من هالديتا بنروح حق النكست النكست وكذي. زين هني كامل في الاف، في حالة ان حصلنا الاندكس المناسب نبي نسوي اد. تمام، ولكن لانه ما يسمحوا لنا بالميثود فكتبناها من اولي. زين فهاي كلها حق الاد. الاد بيكون عندي حالتين، حالة يكون الهيد وحالة ما يكون الهيد. فاحنا شنو اول شيء بنسوي لنا نودة وناخذ الديتا من التمب لينك ليست اللي استلمناه، بعدين نشوف هل هو هيد ولا مو هيد. اذا هيد نال فشنو بنخلي في الهيد، بنخلي هالنودة نفسها في الهيد، وبنخلي الهيد نفسه يكون رفرنس. عشان شنو؟ اذا سوينا نودة ثانية نخلي النكس مال الهيد يكون فيها نودة. تمام، فهني بعدين دائما بنكتب reference.next ونخلي النودة الجديدة داخلها، ونغير الرفرنس الى اخر نودة، واخر شيء نزيد البلاس بلاس. اعتقد فهمت السؤال وفهمت شلون السيرش والاد. بنسوي كلاسات اكثر، بنروح بالتفصيل ازيد نشلون نسوي ذلين عشان الفكرة تكون كلش واضحة. وعلى فكرة single link list ما حد يستخدمه double، ولكن احنا نحتاج نفهم المفهوم ماله علشان نروح حق الدبل. موفقين ان شاء الله.